لكن جمهور بلباو يحتفي بفريقه ولا يحتفل طبعا لان فريقه لم يتاهل بعد وبرشلونه لم يتاهل بعد، لكن برشلونه يظل الاقرب لانه الاكثر سيطره والاكثر هجوما. 74 دقيقه لاعب تنقضي، ندخل في اجواء اخر ربع ساعه. تشافي يستطيع ان يصوب، يعطي الكره لميسي، ميسي يحتفظ بالكره، يمررها والهدف ياتي اخيرا وبرشلونه يسجل. ومن يفعل ذلك؟ يفعله اريك ابيدال المدافع الفرنسي في الدقيقه 75. يا سلام، ثلاث ساعات الا ربع صمد بالباو، ثلاث ساعات الا ربع انتظر برشلونه حتى سجل اخيرا، وعن طريق من؟ عن طريق المدافع رجل المباراه الذي تلقى ربما حجرا او شيئا في راسه قبل قليل، لكنه تحول من ظهير ايسر الى قلب للدفاع، والان هو الذي يسجل الهدف، هو الذي يتوج الهجمه في الدقيقه 75. ابيدال يسجل وبرشلونه يتاهل الى ربع النهائي لمقابلة ختافي على الأرجح. إذا ما زال احتمال برشلونة ريال مدريد في المباراة النهائية الكلاسيكو في النهائي ما زال احتمالا قائما. هنا سلسلة تمريرات أنهاها ميسي عند أبيدال الذي أنهاها في شباك وسجل أخيرا. وأقول أن برشلونة يتأهل، لماذا؟ لأن بلباو الآن بحاجة لهدفين، هو لم يسجل في ثلاث ساعات إلى ربع أي هدف، هل يفعلها مرتين في ربع ساعة؟ هذا أمر أقرب إلى المستحيل في مواجهة برشلونة.